اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج سحر الهوانم. حلقتنا النهارده مكونه من 3 فقرات. اول فقره هنتكلم فيها عن التوحد، ايه اعراضه، ايه اسبابه، ايه علاجه. تاني فقره هنتكلم فيها عن قانون الاحوال الشخصيه في الرؤيه. تالت فقره هنتكلم عن صبغات الشعر، انواع الصبغات، وهيكون معانا خبير التجميل. قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهارده، احب ارحب بزميلتي اللي دايما مشرفاني ومنوراني في الاستوديو سحر الهوانم، نورهان لايق. اهلا بك يا نورهان. اهلا يا هاجر، واهلا بيكم كلكم مشاهدينا. زي ما هاجر قالت، فقرتنا الاولى هنتكلم فيها على التوحد. التوحد هو مرض نفسي يمكن منتشر جدا بين الاطفال بالذات. تقريبا حاله من كل 166 طفل في العالم بيجيله توحد. ويوم 2 ابريل هو حددته الامم المتحده تضامنا مع مرضى التوحد. هنتكلم اكتر عن المرض مع دكتور ايمان محمود البدري، مدرس التربيه الخاصه جامعه المنصوره. منورانا يا دكتور. اهلا بيكي. الله يخليك. هو اصلا عايزين نعرف الاول يعني ايه توحد. التوحد هو اضطراب في التطور في النمو بالنسبه للطفل، بس بيصيب الدماغ او بيصيب العقل. بيكون اعراضه ايه عند الطفل عشان خاطر اقول ان الطفل دوت توحد او لا؟ تمام. بيكون في اضطراب في 3 مجالات. اول مجال التفاعل او التواصل الاجتماعي، تاني حاجة اللغة، تالت حاجة السلوك. طب ايه اللي ممكن الطفل يعمله في ال3 مجالات دول علشان خاطر اقول ايه ان هو عنده اضطراب؟ في البداية هقول ان في التفاعل الاجتماعي الطفل بيحب الانعزال، ما بيحبش ان هو يلعب في وسط اطفال. وقت ما هاجي هنده عليه ان هو لا يبالي بسماع الاصوات اللي حواليه. تمام. ما بيديش اهتمام يعني. بيبدو كانه لا مش سامع اي صوت من الاصوات. تجاهل يعني، بيتجاهل من الاصوات اللي حواليه. لا يستجيب بالنظر عند النداء اليه. بالنسبه للغه بيبقى متاخر كتير في اكتساب اللغه. تمام. طيب اذا هو اخذ مفرداته واكتسبها، بيجي عند سن العامين بيفقد المفردات اللي هو اكتسبها دي. طب اذا كمل واكتسب مفردات، بيجي بعد كده وبيبقى ايقاعه نمطي، او الكلام بيبقى بالنسبه له تكراري، بيبقى زي ما يكون ايه انسان آلي كده بيكرر الكلام، بيعيد نفس الكلام تاني او بشكل ايقاعي. بشكل ايقاعي. طيب بالنسبه للسلوك، بنبص نلاقي ان الطفل التوحدي طول الوقت اهتزازه كتير، بيتارجح كتير، ما بيقعدش، وثباته الانفعالي ما بيبقاش لفترات طويله، حركته بتبقى زايده، مهايبر شويه، بيرفرف بالايدين، بيصدر اصوات يعني بدون سبب، ضحك مفاجئ او عياط مفاجئ. الاضواء الشديده والاصوات الشديده بتسبب له انزعاج، بيبقى عنده نوبات غضب متكرره، مش بيتحكم في انفعالاته يعني. اكيد. هي من هنا ممكن نقول ان الطفل عنده مشكله وبيظهر عليه ايه اضطراب. نبدا بقى ان انا اتجه مثلا لطبيب نفسي ونبدا بقى نحل الموضوع. اكيد. طب قولوا لنا ايه انواع التوحد، وهل هو عضوي ولا نفسي؟ تمام. التوحد انواعه في متلازمات، زي متلازمه اسبرجر. متلازمه اسبرجر دي الطفل دوت بيكتسب اللغه، بيتعلم، بس احنا في شغلنا بنسميه التوحد الناطق. تمام. بس بيبقى عنده مشكله في ايه؟ في التفاعل الاجتماعي، مش قادر يبني علاقات، مش قادر يتواصل مع الاخرين، في ان هو يدخل معاهم في حوار. تمام. متلازمه ريت، المتلازمه دي تخصصها اناث، ما بتصيبش ذكور ابدا، يعني بنات بس. يعني بنات بس. بيظهر على البنت سمات التوحد او اعراضه من سن 8 شهور بجانب اعراض جسميه. طب 8 شهور تظهر عليها ايه؟ صغننه خالص يعني، ايه الهرد اللي الانتباه بيبقى مش مظبوط. المفروض ان في السن دوت بتبتدي ان هي تنتبه بصري مع اي مثير صوتي، مع اي مثير صوتي. فما بيظهرش حاجه زي كده، مع كمان تغيرات جسميه. زي محيط راس الطفله بيبقى صغير، ما بتقدرش تتحكم في الايدين. يعني بالنسبه ل8 شهور دي، بالنسبه للطفل العادي المفروض ان هو بتبقى ايه اللي هي مرحله المناغاه. فبيبتدي ان هو يحرك ايديه ورجليه مع الاصوات البسيطه او الاصوات المتحركه اللي ايه اللي بيخرجها. طب بالنسبه للطفله دي اكيد مش هيظهر معاها الحاجات دي، واكيد ايه مش هتبقى قادره تتحكم في عضلات ايديها. ايوه تمام. في اضطرابات تانية زي اضطراب النمو الشامل،
زي التوحد الكلاسيكي اللي هو اوسع انتشار، بيظهر على الطفل من عمر شهرين، وبيبقى برضو ايه ان الطفل استيعابه والتواصل البصري بتاعه والاستجابات بتاعته بتبقى طول الوقت متاخره. هل هو عضوي ولا نفسي؟ تمام، ايوه هو باقي السؤال. عضوي لان هو بيأثر على الجهاز العصبي لان هو اضطراب في التطور. نفسي لان هو بيأثر على اضطراب السلوكيات واضطراب التواصل، يبقى هو اكيد عضوي ونفسي. طب زيه زي اي مرض اكيد كل مرض ليه درجات، طبيعي اكيد برضو التوحد ليه درجات، ممكن عند انهي درجه نقدر نعالج الطفل ويبقى شخص طبيعي؟ التوحد 3 درجات، سيمبل اوتيزم دي اخف درجات التوحد، مودريت اوتيزم ده التوحد المتوسط، اللي اذا انا ما ابتديتش ان انا اعالجه واحط له برنامج علاجي اكيد هينتقل بعد كده للمرحله الاعقد اللي هي ايه سيفير اوتيزم، ودي اعقد مرحله فيها الطفل طول الوقت معتمد على الغير. ايه هي المرحله اللي انا ممكن احل فيها او الطفل يكون طبيعي؟ اكيد هي اخف مرحله اللي هي اول مرحله سيمبل اوتيزم. هنا بيلعب التدخل المبكر دور كبير جدا، يظهر كأنه هو مفتاح النجاح في أعراض التوحد أو مرض التوحد. تمام، ويقدر يتعافى ويبقى خلاص يعني، ويقدر يتعافى ويبقى طفل طبيعي. طيب قولي لي، هل التوحد ليه أسباب؟ يعني ممكن حاجات إحنا بنعملها كده في البيت مثلا تخليه يكتسب الحاجة دي أو يبقى متوحد بسببنا إحنا؟ تمام، هو أسباب التوحد إحنا لحد الآن لسه ما وصلناش لسبب معين أو سبب نقول هو ده الأكيد، لكن 90% من الدراسات أثبتت أن التوحد سببه وراثي، أي خلل جين من هنا هيبقى إيه الطفل هيتولد بالتوحد. تمام، طيب التوحد إذا مش هو وراثي أكيد هيبقى بيئي، نتيجته إيه؟ اكتساب الفيروسات أو الفيروسات البيئية انتقلها للطفل. طيب في حاجات بقى بيئية الأم بتبقى هي، أو مش هنرمي اللوم على الأم أكتر، لكن الوالدين عموما بيكونوا طول الوقت ما بيتحدثوش مع الطفل، ما بيجذبوش انتباهه، مشغلين عنه يعني، مش مهتمين بيه، بيسيبوه فترات طويله جدا امام الشاشات، اي مثيرات ضوئيه مع كرتون مدبلج مع الكلام ده اكيد بيأثر على الطفل، حتى اقله بينعزل الطفل عن العالم المحيط. تمام، واغلبيه الامهات بتدخل تشتغل بالساعات في المطبخ او تعمل حاجه في البيت وتسيب الطفل قدام التلفزيون لفترات طويله او قدام الموبايل لفترات طويله، فلازم ان احنا طبعا يعني نقلل من ده. نقلل جدا. طب لان ده تاثير اساسي او عامل اساسي. لو كانوا الاب والام يعني ناس عندهم وعي وعرفوا مثلا ان ابنهم في درجه ممكن يقدر يتعالج منها، ايه دور بقى الاخصائي او الطبيب النفسي في النقطه دي؟ دوره بيبقى ايه؟ هو في الاول لازم هيقعد مع الاسره ويبتدي ان هو ياخد البيانات ويجمعها عن الطفل. عن طريق ايه؟ استبيان بيكون عباره عن بنود الاسره هي اللي بتملاه، لكن انا كمعالج ما بعتدش نهائي بالاستبيان ده. ليه؟ لان اغلب الامهات بتحاول تحسن المجمل العام او الصوره بالنسبه للطفل، فانا باخد الطفل ببتدي ان انا اعمل له اختبار سلوكي، اختبار للانتباه والتركيز، اختبار للغه، بشوف هل مدى يعني صحه الاستجابه السمعيه والبصريه، ان مفيش حاجه تعوق السمع او في حاجه تعوق الرؤيه. بعد كده بقيم بقى سلوكه، بقيم الجانب ايه اللغوي، بعد كده بعمل له اختبار التوحد وبشوف هو واقع في اي فئه من الفئات اللي احنا قلنا عليها، وببتدي ان انا احط الطفل البرنامج المناسب للفئه بتاعته. تمام، طيب قولي لي بقى الجلسات اللي بنعملها للطفل ايه، بتبقى عباره عن ايه وبتبقى كام جلسه في الاسبوع؟ الجلسات بتبقى عبارة عن علاج سلوكي وعلاج تخاطبي وعلاج تعليمي وتربوي بجانب الإرشاد الأسري بجانب العلاج الدوائي إذا كان الطفل بياخد أي مهدئات، إذا كان مصاحب للتوحد يعني إيه فرط حركة أو تشتت انتباه، لكن التوحد عموما ملوش أي علاج دوائي. ملوش علاج؟ لا ملوش علاج دوائي. طيب في ممكن بعض الاسر يعني مثلا الابهات او الامهات بيرفضوا ان هم يعني ايه يعترفوا ان ابنهم مثلا عنده مشكله نفسيه او عنده مرض او كده، فانت تنصحيهم بايه لو هم مثلا بداوا يلاقوا اعراض التوحد او لسه يعني بدايه الاعراض كده، تنصحيهم بايه؟ هل يتجاهلوا فعلا الموضوع وبيتكسفوا يعني يقولوا ان ابنهم عنده مشكله، تنصحيهم بايه؟ هو التدخل المبكر زي ما قلنا ان هو المفتاح لحل اي مشكله.
في بدايه ما هحس انا كولي امر ان في مشكله عند ابني، يبقى لازم الجا للي هيقدم لي المساعده. تمام. هيحط لي البرنامج، لازم اكون انا المكمل الرئيسي لتنفيذ البرنامج. طيب. لازم اخد خلفيه او اكون متثقف عن المرض اللي ابني بيعاني منه علشان اقدر ان انا اساعده، اقدر ان انا بجانب الناحيه يعني الطبيه او بجانب الطبيب انا اقدر اعمل جزء بتاعي. طبعا. لان دور الاسره هنا ما نقدرش ان احنا نتغافل عنه، لان هو اهم واشمل من اي دور تاني. تمام. ابتدي انا كولي امر ان انا ابطل اقارن ابني اللي انا شايف ان عنده مشكله باي طفل طبيعي. لان في النهايه هوصل للطفل، لان انا مش قادر اقدم له خدمه وفي نفس الوقت انا متاثر نفسي من المشكله اللي عنده. تمام. يعني بقدر المستطاع لازم يكون التدخل الاسري مع التدخل العلاجي كسلوكي او تخاطبي لازم يكون عامل مهم جدا، بجانب ان انا ما اعملش الطفل بعنف سواء بقى طبيعي او غير طبيعي. يعني العنف اصلا مرفوض. مرفوض مرفوض في اي. واستخدام المعززات والمكافئات شيء مطلوب طبعا في المعامله لتعديل السلوك نفسه. طيب قولي لنا بقى خطوات كده للام والاب لما يكون عندهم طفل متوحد، اتعامل معاه ازاي؟ واحد اتنين تلاته، يعني ازاي اعامله؟ ازاي يعني اتعامل معاه ازاي؟ هو في البدايه زي ما احنا قلنا ان احنا لازم ان احنا ما نقدملوش اي عنف، ان احنا نقرب دماغنا من دماغ الطفل اللي قدامنا. طيب. نحاول ان احنا نبني ثقه بيننا وبين الطفل، ونحاول ان احنا نتقبله على وضعه. مش هنقول هو عنده مشكله وهو مش قادر يتعامل وهو مش قادر يتعرف على البيئه اللي حواليه، لا، طول الوقت ان انا انمي انتباه طفلي، ابتدي ان انا ادربه على الحاجات اللي تزود انتباهه تزود تركيزه، ابتدي ان انا انهي اي مسيرات ضوئيه، ابتدي ان انا اخصص له وقت في يومه يكون الوقت ده خاص بابني بس، يحس فيه ان انا سايب تليفوني سايب اوراقي سايب اعمالي كل تركيزي مع طفلي، وان انا احاول احسسه ان الوقت دوت بتاعه هو وبس. وطول الوقت ان انا اقرر قدامه واقسم الكلمات بقدر المستطاع بحيث ان هو يبتدي يستجيب او ينتبه لمخارج الحروف ومخارج الاصوات. يعني ابتدي معاه علاج، مش هقول انا بوديه لدكتور التخاطب فانا اسيبه كده، لا، لازم العلاج في البيت والعلاج مع دكتور التخاطب او الاستشاري النفسي. طيب بالنسبه يعني هل الطفل المتوحد لازم يروح لطبيب نفسي واستشاري تخاطب، ولا الاثنين مع بعض، ولا ده بيعمل عمل ده؟ بيكون فريق عمل متكامل. المركز اللي انا هودي ابني فيه، المركز دوت بيأهله سواء نفسيا سواء لغويا سواء ادراكيا سواء معرفيا سواء تنشئه اجتماعيه ورعايه ذاتيه، حتى الجانب الترفيهي اكيد في يوم مخصص في المركز للجانب الترفيهي. اكيد ده برضه الاطفال كلها بتحب تلعب. اكيد يعني طبعا بتحب تلعب، بس لازم يكون اللعب موجه. لازم اوصل برساله معينه من خلال اللعبه دوت، لان انا حاسس ان شيء معين. حاجه تانية يعني هو مثلا لو بيعاني من حركه كتير فما اديهوش العاب تزود الموضوع اكتر. اكيد طبعا. طب هل ممكن يعني طفل يبقى عنده توحد واهله مثلا يتجاهلوا الموضوع والموضوع يفضل مستمر، هيقدر يكمل بقى حياته ويتعلم ويكمل يعني يمارس حياته بشكل طبيعي، ولا هيبقى الموضوع صعب؟ اكيد لا طبعا، هي المرحله الاولى هي المرحله اللي احنا نقدر نوصل الطفل لان هو يبقى طبيعي. لكن في حاله ان الاب والام تجاهلوا العلاج اكيد الطفل بينتقل من مرحله سيئه لمرحله اسوأ. وبعد كده المشكله بتكبر، مش هيقدر يتعامل في مدرسه مع اطفال. لا طبعا. مش هيقدر يكمل بعد كده جامعه، الموضوع بيبقى صعب. لا طبعا صعب جدا. طيب بالنسبه للتنمر اللي بيتعرض ليه الطفل، يعني الطفل المتوحد اكيد بيتعرض لتنمر، الناس حواليه شايفاه طفل مش طبيعي، شايفاه سلوكه غريب. بالنسبه للتنمر اللي بيتعرض اليه، يعني ازاي انا كأم بتتعمد ان هم مثلا يشوفوا يعني صاحبهم ده يقعدوا يتريقوا عليه ويضحكوا عليه، وبيبقوا اصلا بيصاحبوه عشان كده، عشان يضحكوا ويتريقوا عليه. ما هو مش بس دوري هيقتصر انا كأم وأب على ان اقدم مساعدات داخليه في البيت بس، لازم هروح للحد اللي بيشتغل مع طفلي في البيئه الخارجيه وهنبهه لمشكله الطفل، وهبتدي ان انا افهمه ابعاد المشكله عنده ايه ويتعامل معاه ازاي. يعني انا بشكل غير مباشر اهيئ له البيئات اللي هو هيتعامل معاها على الاقل لحد ما يتعالج. اكيد طبعا. في امهات بتبقى شايفه ان انا علشان احمي ابني من التنمر انا اعزله عن العالم، ده يزود المشكله. اكيد طبعا. لان الطفل لازم يختلط ولازم يتفاعل، ما هو التوحد غير اكتر شيء فيه بيظهر اضطراب في التواصل والتفاعل الاجتماعي.
لا لازم ادمج الطفل في بيئه محيطه، بس بيئه تستوعب المشكله اللي عنده، يقدروا يتقبلوه على وضعه، يقدروا يحسنوا المهارات بتاعته، مش يوصلوها لأسوأ. طب لو طفل انطوائي، يعني اعرف منين اذا كان ده عادي انطوائي او هادي او ولا هو عنده توحد؟ يعني هل في فرق؟ لا، ولا الاختبارات النفسية بتبقى مرحلة يعني اولى للتوحد؟ الاختبارات النفسية هي اللي بتوصلنا لان احنا الصفة دي مقبولة او لا، او مرفوضة. اذا كان سلوك مضطرب عايز تعديل او لا، سلوك عادي ممكن تتغافلي عنه كأم وتحسي وتتجاهليه وتعديه. تمام. طيب بالنسبة بقى للطفل المتوحد في المدرسة، يعني هل بيدخل مدرسة عادية زي المدارس اللي احنا بندخلها للأولاد العاديين، ولا هو ليه مدارس معينة بيدخلها؟ هو طبيعي لو في فئة متطورة أو في فئة عالية أو معقدة، أكيد الطفل بيدخل مدرسة تابعة زي المدارس الفكرية. طيب مدارس خاصة. لكن لو وفي فكرة الدمج انتشرت دلوقتي، اللي هي بقت اغلب المدارس بقت بتطبق الدمج، بس الفئه مقبوله. يعني مثلا لو طفل لسه سيمبل اوتيزم، الاولى في المراحل الاولى ممكن هو يحصل له دمج وبيدخل. طيب بالنسبه للطفل لو دخل مدرسه عاديه وهو يعني التوحد بتاعه نسبته قليله، يعني يكاد يكون طبيعي، هل هو في المدرسه بيبقى عنده تشدد في الذهن او بيعرف يذاكر، ولا ما يعني ما بيكتس المراحل الدراسيه؟ لا، هو اكيد هيبقى اقل. ليه بقى؟ لان هو ادراكه العقلي ما بيتجاوبش مع عمره الزمني، او مش ماشي مع عمره الزمني. في فجوه بين عمره العقلي وعمره الزمني، فاكيد هيكون في قصور في الانتباه، اكيد هيكون في قصور في الاستيعاب نفسه والتركيز. طب حضرتك قلتي ممكن التوحد يبقى وراثي، يعني وراثي بمعنى ان الاب او الام عنده المشكله دي، ولا بيبقى خلل جيني؟ اكيد بيبقى باعت شويه بالنسبه للابوين او لطفل. يعني لو الابوين دول ولدوا طفل والطفل التاني بقى جاي بعديه، اكيد بيبقى نسبته اعلى في ان هو يكون مصاب بالتوحد. طيب قولنا بقى تاني، انا كأم ازاي افرق بين الطفل اللي هو المتوحد والطفل اللي عنده مرض نفسي؟ يعني في اطفال عندها اكتئاب، في اطفال عندها مرض نفسي، والام ممكن تفسر ان ده توحد. ايه الفرق بين التوحد والمرض النفسي، او الفرق بين التوحد والاكتئاب؟ حضرتك واحنا بنتكلم قبل الحلقه قلت لي كان في بنوته تقريبا عندها شهور وكانت بتعاني من الاكتئاب. طبيعي. ليه؟ لان الام كانت، يعني الجواز في سن مبكر ما بيديش درايه كامله للام بان هي ايه، تعرف هو واجباتها ايه تجاه الطفل ده. ففي بعض الامهات ما بيعرفوش يتعاملوا مع الطفل مثلا في وقت الصراخ والبكاء. الطفل في وقت الصراخ والبكاء بيعبر مثلا عن جوع او الم، فهم مش قادرين يتجاوبوا مع احتياجات الطفل، فبتبتدي الام ان هي تتزهق او تتنرفز على الطفل. فمن هنا ممكن الطفل يتأثر نفسي، بيوصل له، يعني بيوصل له ده ممكن أكيد يأثر طبعا عليه. بيستشعر. ده تعاملتي معاه ازاي يا دكتور ده؟ يعني عالجتيه ازاي من يعني كنت قلتي لي بنوته تقريبا شهرين حاجه كده؟ بس بنبتدي ان احنا نخلي الام، تدخلنا هنا بيكون ارشاد اسري اكتر. من الام بنبتدي ان احنا نوصل للام ان ازاي ايه تتعامل مع بنوتتها، ازاي تجذب انتباهها، ازاي تدربها. للاسف يا دكتور انا قطعتك، هي فقرتنا قربت تخلص او خلصت يعتبر، بس قبل ما فقرتنا تخلص انا حابه، قبل ما اشكر الدكتور، حابه اقول لكم ان احنا معانا حاله اسمها نسمه يحيى، اول عارضه ازياء لقصار القامه. نسمه يحيى تحدت التنمر وحولت الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه. انا قبل ما اختم الفقره انا هسيبكم الصور بتاعتها معانا على الشاشة، وقبل ما نختم الفقرة أحب أشكر دكتور إيمان محمود البدري. عايزين بقى نخصص حلقة يا دكتور عن التنمر، يعني حلقة نتكلم فيها بس عن التنمر. الموضوع ده بقى مسبب مشكلة كبيرة قوي، بقى في حاجات كتير على السوشيال ميديا ومشاكل كتير بتحصل وناس بتنفصل ويعني حاجات كتير قوي بتحصل، فوعدينا بقى إن في حلقة تبقى عن التنمر. إن شاء الله بإذن الله. وعدينا بقى على الهواء. نورتينا جدا يا دكتور، نورتينا وشرفتينا. فاصل ونرجع لبعض تاني.